في إطار استعداداتها للموسم الكروي الجديد، أجرت شبيبة ثورة أمسية يوم السبت مباراة ودية أمام أولمبي المدية في العاصمة، انتهت بفوز هذا الأخير بهدف دون رد حمل توقيع بولعويدات في حدود الدقيقة 52 من زمن اللقاء. المباراة كانت مناسبة ومواتية للمدرب الفرنسي على ميشيل لاختبار أشباله، وأيضا للوقوف على إمكانيات الوجه الجديد في الفريق المدافع الكاميروني بابيندي الذي ظهر بمستوى جيد طيلة أطوار اللقاء. ورغم الخسارة إلا أن مدرب نسور الجنوب أشاد بالمردود الذي ظهر به أشباله. للإشارة فإن آلا ميشيل سطر برنامج عمل مكثف لزملاء بوشريط في تربص العاصمة، والذي سيتخلله إجراء 6 مباريات ودية بعد ودية يوم السبت أمام أولمبي المدينة.